إلي كميسون إني أكمل دراستي، لأنه التعليم يعني سلاح الإنسان، والإنسان يعني بدون شهادته ما بقدر إنه يعمل، لأنه العمل معتمد على العلم. أكيد إلها حق بالتعليم، زي ما هو الشاب له حق بالتعليم، برضو كمان الفتاة لها حق بالتعليم. بالنسبة إلي الشهادة يعني سلاح. أغلب بنات غور الصافي ما بيكملوا دراسته، لأنه من الممكن إنه تكون هاي رغبة البنت، وممكن إنها تكون رغبة الأهل، ومن الممكن إنه يكون الزواج المبكر هو سبب. أسباب الظروف العائلية، الظروف المادية الموجودة يعني المحيطة فيك طالب يعني. أهلي كلهم بيحترموا رأي الفتاة إنها تكمل تعليمها، والمرأة هسه صارت نصف المجتمع وبتشغل مناصب كثير عالية، فما بمنع إنه البنت تكمل دراستها، بيحترموا رأيها كثير. مع فكرة الفتاة أو البنت الحابة تتعلم، برأيي غور الصافي البنت لها حق التعلم، يعني البنت مش بنتقيد مثلا بالشاب إنه يتعلم، لا، كمان الفتاة لها حق في التعلم. المجتمع المحلي في غور الصافي للبنت اللي بتكمل تعليمها بيشجعوها وبيفتخروا بيها، وإنها بتصبح بنت، بتصير بنت واعية. رأي المجتمع المحلي أكيد بيحترم رأي الفتاة وصار بقدرها. في غور الصافي بنظروا لها نظرة احترام وتقدير. البنت برأي أهل غور الصافي لبيت جوزها، بس الحكي هذا خطأ. بالنسبة إلي كميسون إنه التعليم أولى من الزواج. بنت آخرتها لبيت جوزها، هاي مقولة أكيد خاطئة وخاطئة جدا. إنه البنت آخرها لبيت زوجها مقولة خاطئة، لأنه البنت هسه السلاح إلها تعليمها، الآباء والأمهات زاد اهتمامهم، الأفكار القديمة تغيرت. في غور الصافي اللي ما كملوا دراستهم نسبة متوسطة. أنا بعتقد إنه نسبة البنات الغير متعلمات 50%. يعني بنقدر نحدد النسبة بين الـ 40 ل 45%. تكمل تعليمها حاليا، احنا شايفين البنت اصبحت معلمه، اصبحت مهندسه، اصبحت سكرتيره، اصبحت كاتبه، يعني في لها وظائف في جميع مناحي الحياه. فاحنا هون بنسمح يعني انه للبنت انها تعمل، فهو حق من حقوقها. المراه العامل زيها زي غيرها، زي الرجل، الرجل العامل نرى انها تنتج، قادر على الإنتاج، قادر على الإبداع، فهي عنصر فعال في المجتمع. لا، أنا بحس كوني معلمة بحسن من الوضع الاجتماعي، سواء كان مادياً أو اجتماعياً. المرأة زي ما حكيت أصبحت معلمة، أصبحت مهندسة، أصبحت وزيرة، في بعض الدول المرأة ملكة. أنا أول ما اخترت التخصص أنا اختار اللغة الإنجليزية، أول ما بدر بذهني أني أكون معلمة. تعليم مهني أكثر، بدي أحكي لك كل المهن يؤجر عليها الشخص، لكن بتحسها دينياً أكثر أجر. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم أحثنا دائماً على أن التعليم، أن نتعلم وأن نعلم. من هذا المبدأ أنا حبيت مهنة التعليم.